اتنين من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي بنستمتع دايما بتحليلاتهم الفنية الرائعة ورؤيتهم الفنية أيضا الرائعة. حديث أفتكر شيق عن كل الأمور المهمة اللي بتخص النادي الأهلي. معانا النهاردة في البيت الكبير كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي طبعا السابق وصاحب الآراء الجميلة، والحقيقة بنستمتع بمشاغباته خاصة لما يكون في نفس اللقاء ده غير رياكشن كابتن محمد حشيشي يجي صاحب الرؤية الثاقبة والحقيقة الرؤية الفنية المميزة. كلام مهم جدا عن فريق الكورة في النادي الأهلي، استعدادات الفترة اللي جاية وبطولة كأس مصر، الصفقات الجديدة وكل ما يخص النادي مع الكابتن اللي مشرفين. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن ترافولتا الكورة المصرية. مساء الفل عليك كابتن محمد حشيش، ازيك؟ منورنا يا كابتن. هتدي له الميكروفون النهارده؟ انا الحلقه دي عشانه. انا عارف احنا هاتفين، احنا الثلاثه. ايوه احنا عاملين الحلقه دي عشان حشيش. لا، والحلقه اللي فاتت كانت مميزه جدا، طلعنا بيها بتشكيل النادي الاهلي. ايوه بالظبط، فاكر المره اللي فاتت النقش اللي عملت دي كان مش حلو علينا في الاخر، وكسبنا الوداد في الوداد. الورقه متسجله لسه ولا التشكيل معايا لغايه دلوقتي؟ انتوا كسبتوا التشكيل وانا كسبت في النتيجه. ده بس ما احنا عايزين نتيجه. ايوه صح، بالظبط كسبت في النتيجه. انا قلت 2 هناك 1، الحمد لله كسبنا 2-0، بينالتي ما دخلش، وهو قال التشكيل طلع التشكيل. لو هو جايب بعد كمان الفقره ديت يعني كان لوحده في اللقاء وقاعد يقول هو شيف فين؟ اتكلمت هو شيف جاي النهارده؟ انا مش هقدر اطلع من غير كابتن شريف. اشك جدا. احنا عايزين نبدا عايز ابدا بفكره الثقه، خاصة وجائحة كورونا منتشرة. إزاي إن أنا النهاردة كموسمان يعني أزرع فكرة الثقة ديت في جميع اللعيبة، وفكرة إن هم يعتبروا نفسهم أساسيين يا كابتن محمد ويلعبوا بالمنطق ده إن مفيش ولا واحد بديل. فكرة كورونا وموسيماني إزاي يخلق ده في اللعيبة؟ هو طبعا يعني الكورونا طبعا فرض نفسها على الساحة. الحظ ان الماتش توقيته ده جاي في توقيت كورونا برضو، يعني شدت خلال موجة فترة موجة عليت. احنا كل يوم نسمع خبر عن واحد اتصاب. اكيد اللعيبة كلها يعني فقررت نفسها، ما حدش عارف مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب دلوقتي. يعني هو اهم حاجة عند الراجل دلوقتي انه يعدي بس الثلاث ايام دول لغاية الماتش. الناس الحمد لله سلام، بغض النظر بقى على اللياقه البدنيه، بغض النظر عن كذا كذا. أيوة. هي اهم حاجه دلوقتي، لان حتى دلوقتي مفيش وقت لو حد جاله كورونا يبقى في عزل عشان يتعمل له مساحات ثانيه، لان المفروض المسحه هتعمل قبلها ب 48 ساعه، يعني الاربع يوم الاربع للاتحاد يعني فما بقى مفيش وقت. فاعتقد ان الراجل برضو حاطط في دماغه الكلام ده، محضر مجموعه من اللعيبه، حاطط طبعا ال 11 في دماغه، وحاطط برضو بدايل كتيره تحسبا لأي حاجة ممكن تحصل. ما هي الجو للعيبة كلها إنها يعني كل واحد ممكن يلعب، يعني نتيجة للظروف اللي احنا شايفينها دي أي بديل دلوقتي ممكن يبدأ المباراة. ودي حاجة مهمة جدا، إن حتى البديل لازم يبقى حاطط في اعتباره إنه ممكن يبدأ أساسي. المباراة أساسي عشان يبتدي برضو يركز من دلوقتي، لأن في لعيبة بعض اللعيبة بتحس إنها يعني مش مثلا مش هتبدا المباراه في تركيز يقل شويه، التركيز يقل. لازم كله يبقى مركز كويس قوي، لان هو اهم حاجه طبعا هو التركيز في المباراه اللي جايه دي، واهم حاجه فيها حاله اللعيبه طبعا يوم المباراه. طيب انا هاخد من دوت واجي لك كابتن شريف في جزئيه مختلفه شويه. الجزئيه المختلفه وانا يمكن لعبت 4-5 لقاءات قمه مع نادي الزمالك. احنا نتمنى ان الزمالك يلعب فول تيم واحنا نلعب فول تيم، عايزين نتمتع بالماتش. الموضوع السوشيال ميديا اللي داير دلوقتي، مثلا جماهير النادي الاهلي اصل فلان عنده كورونا فمش هيلعب، وجماهير نادي الزمالك اصل فلان عنده كورونا مش هيلعب. انت شايف الجزئيه دي ازاي؟ وهل يعني انت موافقني ان من الافضل ان احنا النادي الاهلي ان شاء الله فول تيم ونادي الزمالك فول تيم عشان نستمتع بمباراه فنيه على الاقل بمستوى جيد يعني؟ والله يا كابتن هاني هقول لك على حاجه، هو حدث كبير جدا اولا يعني طبعا اولا واخيرا، هو اهلي وزمالك نهائي افريقيا في مصر، مباراه واحده مش مباراتين، ده حدث لكلما ان احنا هنشوفه. صحيح. ولازم نعود نفسنا على ان شاء الله ان الفاينل ده هيبقى مباراه واحده يعني. صحيح. اعتقد يعني جاهزيه اللعيبه بالنسبه للكورونا، انا شايف ان في لعيبه طلع عندها كورونا
ايجابيه وبعد 3 ايام بقت سلبيه. انا شايف ان محمد صلاح روح هناك انجلترا قالوا له لا بقت سلبيه. فانا شايف حته التحاليل دي فيها مصداقيه وعدم مصداقيه، فيها شق كبير جدا ان النهارده بيطلع على لعيب في السوشيال ميديا انه عنده كورونا وبعد 3 4 ايام سلبي. فالحكايه دي يعني زي ما كان حشيش بيتكلم، هو كنت بتتكلمه في الجاهزيه بتاعه الفريق اصلا للمدير الفني، هي دي حته الاعصاب اللي الناس بتطلع ابسايد داون فيها، متشقلبه مع الحكايه. فلازم كله يبقى جاهز. انما انت بتطلب ان انا ابقى بالفول تيم بتاعي ونادي الزمالك بالفول تيم بتاعه، من حق نادي الزمالك يبقى عنده فول تيم، من حق انا كمان ان انا اطمع في اكتر من الفول تيم كمان بالدكه بتاعتي. لا انا اقصد ان الجماهير ما تتمناش مثلا، جماهير النادي الاهلي ما تتمناش مثلا ان فلان وفلان وفلان ما يلعبش. مشكله كبيره وصلنا يعني للمرحله دي ان احنا بنتمنى دلوقتي. ده ما هو ده للاسف يعني، ما هو ده انا بتكلم دي صوره سلبيه، حاجه صعبه جدا لان المرض ده ما فيهوش بالظبط يعني صح ان انا اتمناه لغيري يعني، ولا اشمت حتى طبعًا يعني طبعًا. حتى لو وفي ناس بتستخدمها معلش يعني في حته تانية بقى، في حاجه ناس بتستخدمها كحرب يعني، طلع اشاعه على مثلا فلان الفلاني جاله كورونا لعيبه والدنيا صح. بالذات يعني الايام دي يا كابتن محمد كتير جدا جدا وما تعرفش الحقيقه فين. الاهم من ده كله ان الاتحاد الافريقي هو اللي هيعمل المسحه قبلها ب 48 ساعه يحدد. واللي بقى مدكن واللي مش عارف عامل ايه، ما تستخباش يعني انت فاهمه ازاي. هم بيستغلوا زي مثلا لعيب لسه ما جاش من بلده من المنتخب مثلا، فزي بن شرقي مثلا بيطلعوا عليه انه عنده كورونا اي حاجه بس عايزين يلاقوا الوسط الرياضي بالنسبه للزمالك او للاهلي او لاي حد. النهارده انا عارف ان كهربا سلبي يعني ما فيش كورونا، لعيبه ثانيه سلبي، بيستجد لنا تاني لعيبه مش موجوده على الساحه يقول لك لا ده عنده. بس كابتن شريف الفيصل هنا احنا دايما بقى بنقول في المباريات المهمه دي وخاصه انه فيها اتحاد افريقي وبطوله افريقيه، الكاف يعني هو اللي هيحدد النهارده اذا كانت المسحات ديت بقى حقيقيه مش حقيقيه النهارده، يعني هو ده الفيصل اللي قدامنا صحيح. هو ده لا يقطع الشك باليقين يا كابتن محمد صحيح مش كده؟ يعني انا بس لما النتيجه هتظهر ان شاء الله يوم الخميس يعني يعني انا على المستوى الشخصي اتمنى ان كل لعيبه نادي الزمالك تبقى سليمه، يعني طارق حامد ربنا يشفيه ويبقى موجود في الملعب، اتمنى ان كل اللعيبه بتاعت نادي الزمالك عايزين ماتش حلو كل الناس موجوده فيه، مش عايزين ناخد بس النتيجه عند ربنا يعني ما ده بتكلم عليه، عايزين نتفرج على سواء الاساسيين سواء البدلاء سواء كذا، هي يعني ممكن واحد يكون ما كانش هيلعب ويلعب مكان الراجل الاساسي ويبقى احسن منه في المباراه دي، لان برضو الفروقات مش كبيره قوي يعني، وانا بتكلم عن لعيبه النادي الاهلي الفروقات بسيطه، اي حد ممكن بيأدي، روح الفانيلا موجوده، تركيزه اهتمامه احساسه بقيمه المباراه وقيمه البطوله الكبيره دي بالنسبه للدنيا كلها بقى، بالنسبه لمجلس الاداره واللعيبه والجمهور، فاي حد هينزل اكيد هيموت نفسه في الملعب، وزي ما بقول لك الفروق بسيطه يعني. فاحنا يعني نسيب بس الامور كده على ربنا صح. تمشي، ما نقعدش نتكلم في موضوع الكورونا وده جاله وده كذا وكذا وكذا، محدش عارف يعني. طب بمناسبه الفروقات البسيطه دي عايز اتكلم عن الفروقات البدنيه واللي بيعمله النهارده كابيلو مع لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي واضح جدا يا كابتن شريف. كلمني عن الفروقات ديت في اللعيبه في ظل برضو قياده موسيماني. بصي استخدام العناصر القويه عندك بتدريبات معينه بالانفصال 4 ايام قبل المباراه والتركيز الشامل اللي هو بيفكر فيه المدير الفني، والمدير الفني ده جاي هي راجل صاحب بطولات يعني مش صاحب انجازات وخلاص انه يكسب مباراه والثانيه، هو راجل عنده تمنيات كبيره قوي لنفسه ولناديه وللقيمه اللي هي موجوده بطوله افريقيا تريز بيج ريز يعني حاجه طبعا، مش الواحد كلاعب وكمتفرج وكمدير وككل من يعمل في المؤسسه دي بتتكتب له النجاح فيها، بتتكتب له تاريخ وان داي في اليوم ده هو كان موجود فيه اذا كان نيجاتيف او بوزيتيف يعني صحيح. النتيجه زي ما قال حشيش دي عند ربنا يعني، انما انت لازم تعملي المجهود اللي عليكي، لازم يحفظك، هو راجل شايف الخصم شكله عامل ازاي فبياخد العناصر القويه اللي عنده ويوقفها، وانت في الحاله اللي عندك القويه اللي هي الحاله الهجوميه هم بقى يبقوا يفكروا ازاي هيقدروا يتعاملوا مع الكميات الهائله من الفرديات العاليه اللي عندك ومن الانطلاقات ومن الخطط ومن البدائل ومن الاحتياطات ومن كل حاجه، عشان احنا كده بنتكلم
فحكيت الكوفيد، الكوفيد بتمنع لعيب احتياطي مثلا زي وليد سليمان، انا كنت اتمناه 20 30 دقيقه في الماتش ده يعمل يعمل فرق كبير. هو ده بس اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا ما بنتمناش لاي حد هنا او هنا انه يكون غايب. صحيح. بتضمني انك انت وانت رايحه مع موسيماني بصراحه يعني ان هو مركز تركيز بطولي، يعني مش تتفرج عليه هاني في التمرين، تتفرج عليه ازاي بيحفظ اللعيبه، ازاي يظهروا لبعض، ازاي الكره لما تبقى موجوده كم واحد يبقى بيتحرك، حاجات كتير قوي تطمنك فنيا. حته الجاهزيه بتاعت اللاعب بقى، التركيز بتاع اللاعب، اللاعب قافل على نفسه، اللاعب ما بيشوفش حاجه غير البطوله دي، اللاعب ما بيشوفش غير اليوم ده، اللاعب ما بيشوفش غير ال 90 دقيقه دول. صح. اللي بتتوج لكام سنه قدامي يعني. صح. ادفانس عندكم بطولات تانيه بعد البطوله دي كمان. صحيح. يعني 90 دقيقه وقد تمتد لل 120 دقيقه، عشان كده بنسال عن الفروقات البدنيه كابتن محمد. احنا عايزين نقول برضو حاجه مهمه. اتفضل. جهاز النادي الاهلي وجهاز النادي الزمالك عشان نتكلم على الاثنين، يعني هم مروا بنفس الظروف، واصعب ظروف ممكن يقابلها جهاز فني اللي هي مباراه الكاس اللي فاتت. ايوه. مباراه الكاس اللي فاتت دي جايه في توقيت صعب جدا جدا، اولا لصعوبه مباراه الكاس بغض النظر عن المنافس سواء قوي او ضعيف. وشفنا ياما فرق ضعيفه طلعت فرق كبيره على مستوى العالم كله، انجلترا فرق درجه ثانيه بتاخد كاس انجلترا. تحضير لماتش تاريخي ومهم للفرقتين، ماتشين حلم كمان. حلم ناس جايه من منتخب زي ما الشيف بيقول، التوليفه دي كلها انت عايز تعدي لبر الامان، لان بتلعب ماتش، لو ماتش دوري كان ممكن الدنيا تمشي، انما ماتش كاس خروج مغلوب لازم، وبطوله وبطوله النادي الاهلي، بطوله كاس، بطوله دوري، اي بطوله بيدخل فيها عايز كاس، خاصه غايب عننا بقاله فتره، غايب بالظبط كده. فانت المعادله الصعبه ان انت ازاي تعمل التوليفه اللي تأدي لك الغرض وتاخد الماتش وتعدي للدور اللي بعد كده، وفي نفس الوقت عامل حساب للأهم والمهم والعالي قوي اللي هو يوم 27. وفي نفس الوقت ما بين ناس إصابات، إجهاد، ناس بتطلع كده زي ما احنا كنا لسه بنقول كورونا. فالتوليفه دي مع موسيماني عشان يطلع بيها لبر الامان، يعني انا استغربت هاني مثلا في بعض المحللين يقول لك اصل الماتش كان الاداء بتاع النادي الاهلي، انت مش عايز اي اداء في الماتش ده، انت عايز تعبر بس. هي الفكره نتيجة؟ يا كابتن نتيجة؟ النتيجه كانت اكيد، بس الناس مهمة. كانت يعني برضو بتبص يعني؟ بتبص بمنظور انا عايز اطمن على يعني ربطت مباراه الكاس ديت بمنظورها لمباراه ثانيه هاني، وانت عايز كابتن الناس. لا انا بتكلم على الجماهير، جاب يعني كورتين من الاخرانيين دول والنتيجه بقت 4-1، كنت هتقول انا مطمن على المستوى كنتيجه وكاحداث فرص وازاي بنوصل للجول، وكسبنا بادجي بخطورته بالسرعه بتاعته وقد احتاجه، كنا هنفضل نقول صحيح. ما هي الفكره ان انا ببص للمباراه النهائيه دايما حجم الفوز او حجم النتيجه هو اللي بيأهل. صح. كل واحد يفكر ازاي، وانا كان على اللعيبه بتاعتنا بتاعت مصر كلها ضغوطات في الماتشين بتوع المنتخب، مش عايزين ننسى اكيد طبعا في ضغوطات نفسيه جامده جدا، تو بي اور نوت تو بي في الماتشين دول، فناس سافرت وناس رجعت بكورونا، ولاعيب من اقوى ناس مشاركتش من اقوى اللعيبه اللي في العالم، من احسن اربع لعيبه في العالم، والمسافه بين المباراتين حاجه صعبه وسفر وكده. طب بالك محمد صلاح لما جاله وهو النني ده عملت هذا للفريق وهو جاي نفسيا، كلنا خايفين على مين؟ انا على الحارس بتاعنا اللي انا عايز اقوله يا جماعه، لعيبه في نص الملعب، لعيبه فراوده، لعيبه، هو ده القوام اللي انت هتقدر. ابتدينا بقى قصه المشاغبه، انا سايبه طول الحلقه. ابتدينا ومش عاجبني بقى، ومش عاجبني فكره بقى زي ما كابتن شريف قال، زي ما كابتن شريف قال، يعني هو ننطلق يخش بقى وقت معين. احنا بص احنا هنرد السؤال كده، احنا نقول للكابتن شريف اتفضل، هنقول للكابتن حشيش اللي جاوب التاني يظهر وشه. كابتن حشيش يا كابتن حشيش يا ابني، سؤال للكابتن شريف الحلقه دي عشانك، السؤال للكابتن شريف بس كده خلاص. كابتن شريف يعني كابتن حشيش قال رؤيته في مباراه الكاس، وكان الاهم ما فيها رغم التحديات الكتير ان احنا موجودين في الكاس في الدور قبل النهائي. انا عايز اكمل حته بس قبل دي، قبل دي عشان ما كملتهاش. ماشي. زي ما انت بتقول لناس كانت نفسها تشوف اداء يطمنها على مباراه 27، انت بتلعب بتوليفه، ناس ما بتلعبش بقى لها فتره، اشبال صغيره لسه بتلعب لاول مره، حساسيه برضو المباراه، وان كانت مع احترامي للخصم يعني خصم ضعيف، بس في ناس مركزه في الاهم يا جماعه غصب عنها. وانت عارف احنا كنا لعيبه قبل الماتشات المهمه، برضو في الماتشات اللي زي دي بتبقى خايف تحط رجلك قوي،
خايف من الاصابه، لان مفيش وقت للكلام ده. لما الراجل عمل التغييرات في الشوط الثاني افتكر الاداء اختلف خالص لما نزل العناصر الاساسيه الشحات والناس لما نزلت وقفشه وديانج، يعني الفرق على طول بان. الغرض الاساسي في الموضوع ده ان احنا عدينا للدور اللي بعده. اتفضل يا كابتن شريف. بس ما خلصت على كاس مصر انت دلوقتي خلصت. لا مش بالضروره يا كابتن شريف تكون بروفا للمباراه الهامه يوم 27 مباراه كاس مصر. جيب بروفا للمدير الفني. مدير فني ما شاء الله عارف ان هو معاه فرقه مش هتهزه قوي اللي هي زرقاء، لو انهم عملوا مجهود كبير فعلا. محمد الكارته ده والراجل حارس المرمى اللي كان واقف ابو ريه قدم مباراه طلعت بتاع فرقه الزرقاء الحقيقه، عملوا قدام النادي الاهلي مباراه كبيره جدا. هو في عامل التوفيق وعدم التوفيق في اي مباراه في اي شكل، بيديك الاسبقيه في الاعصاب، بيديك الاسبقيه في الملعب، في الباس بتاع بيلعبوا وناقصين كمان هم كان لاعب، يعني دي كمان مخليك مستريحه نفسيا وانت بتتفرج على كل العناصر اللي بتبقى موجوده اليوم ده. بيقول لك الاهلي ما كانش كويس، الاهلي ما كانش يعني هو مش هو ده الاداء اللي يعني اللي انتوا بتدوروا عليه دلوقتي. دي التجربه اللي قبل مباراه الزمالك زي ما حشيش قال وانتوا قلتوا، لا ده في تلتين الفرقه مش موجود، تسعه مش موجودين. يعني بتتكلم على محمد هاني، بتتكلم ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السوليه، ديانج، شحات، قفشه، اجاييه، مروان، يعني دول كل دول ما بدأوش. ده تيم كامل. وعايز اقول لكم محمد هاني ان شاء الله هيلعب ماتش ان شاء الله باذن الله. يعني انا بطمن الجماهير. يعني نديهم بقى الحاجات الايه، قول لنا بقى البوزيتيف بقى الحاجات اللي هي كهرباء جاهز ان شاء الله ان شاء الله. يعني خلينا بقى نتكلم على الامكانيات اللي احنا كنا بندور عليها، العوامل الفنيه والفرديه اللي تقدر تحقق لك خيال الفوز، خيال الاحتفاظ بالبطوله في الفتره في النسخه دي. المهم جدا، يعني مهم جدا ان دي البطوله لعيبه حاسه بكده والدنيا حاسه بكده، وما يبثل اللعيبه وما يحصل في المعسكر اللي هم فيه هو ده الشكل اللي ازاي بتروح على الجول، وازاي بتطلع بتستخدم اطرافك، وازاي بتستخدم الشوط من بره، ازاي كل ده اللي موسيماني هاني دلوقتي شغال عليه. طيب. وشغال حاجات بس انا ما اقدرش اقولها. مش هقول طبعا لا مش هقول خصم احنا هنلعبكم ازاي ولا انا بشوف ازاي في التمرين عندي ولا لا، شغال حاجات احترافيه جامده جدا. هو قافل على الفرقه كويس واللعيبه مركزه تركيز جامد. اللعيبه خايفه على بعض جدا، ودي بتبقى مرحله جميله جدا. انت لما تخافي على اللعيب اللي جنبك او تخافي على اي حاجه، اسلوب اللعب نفسه في كل واحد نفسه يكون ليه شرف في المباراه من اول المباراه. صحيح. او في اي وقت من المباراه، انما مش هناخد مباراه الكاس هي المقياس بتاع الفاينل الافريقي. الفاينل الافريقي ده هيبقى حاجه تانية خالص، وبتمناه ان ما حدث في اي وقت من الاوقات بين الاهلي والزمالك ينسى في هذا اليوم، وكباتن الرموز بتاعه الزمالك والاهلي يمسكوا ايديهم في ايدين بعض ويروحوا على الاجهزه الفنيه ويطمنوا الناس ان هم ده كويس قوي، يكون في نبذ لاي تعصب من السوشيال ميديا بيحاول يتسلل الى الفرقتين. هم دول لو عملوا القصه دي وكلموا بعض في القصه دي وحسيتي وانت قاعده ان في واحد بيقع زي ما كنا النهارده بنتكلم انا وانت، اي حد بيقع في الملعب التاني بيشيله وبيحافظ عليه هيخليني حتى وانا في البيوت اللعيبه دي ليها اهالي وبيخافوا عليهم وبيحبوهم وبيتفرجوا عليهم زينا زيهم. يعني الماتش ده بقى انا النهارده خسران انا النهارده كسبان، ده بتاع ربنا يعني مش بتاعي، بس انت اعمل اللي عليك. صحيح. وتخليني انا لما اطلع اقول لك هارد لك او خليني اقول لك مبروك، والجهاز الفني ده بعد المباراه الخسران يروح للجهاز الكسبان يقول له الصوره ألف مبروك. اللي بنشوفها على المستوى نقول له الف مبروك والكره مش هتخلص، دي هتاثر على خالص فعلا. بطولات جايه انا بطمع طبعا ان انا من جوايا ان اليوم يبقى يومي كلنا. يبقى احمر الاهداف تبقى اهدافي، توفيق يبقى توفيقي، ما كنتش موفق في ماتشين قبل كده، ايه العوامل اللي ما خلتش وانا مسيطر على المباراه بتبقى اكتر من فرصه واكتر، انما ده بعيد خالص على اللي انا بتمناه الحقيقه او كلنا بنتمناه، ان احنا بنتفرج على المباراه تليق باسم مصر، تليق باسم الفرقتين، تليق بالشكل ده اللي نتمناه في الدوري. احنا هنتقابل قريب في كاس مصر، هنتقابل اكيد ان شاء الله، يعني ان شاء الله في النهائي في النهائي، فهتلاقي اهلي وزمالك اهلي وزمالك اهلي وزمالك، عايزين نخلي الناس دي بقت عاده. طب هو ده هو ده اللي الموجود النهارده، كان في افريقيا ده كسب، بكره في كاس مصر ده كسب، في الدوري عندهم لسه ده، هتفضل الدنيا شغاله وباذن الله يبقى في جماهير كمان. يعني انا اللي بتمناه خلاص بقى ان الامن يسمح ده، بس الامن يسمح. انا عايز اخد نقطه بس معلش سامي اللي قاله كابتن شريف، اروح للكابتن محمد
جزئية مسؤولية اللاعبين والمسؤولين، دي اللي هتنعكس بشكل كبير جدا أيا كانت النتيجة بعد المباراة. يعني لما بنشوف بعد المباراة وإحنا بنتفرج وسط الناس ويقول بص بعد الماتش برشلونة وريال مدريد رغم ان هم بيطحنوا بعض في الملعب، لكن بعد الماتش المدير الفني بيسلم على المدير الفني، اللعيبه بتسلم على بعض، بيغيروا الفانيلات مع بعض، وانت عارف الديربي عامل ازاي. طبعا ده بيكون له تاثير لبعد المباراه على السوشيال ميديا وعلى ردود الافعال بالنسبه طبعا للجماهير. يعني نتمنى كابتن محمد ان ده يتم ونشوفه في المباراه دي. بص هاني، يعني انا في رايي حاجه، مهما قعدت تتكلم مع اللعيبه من قبل الماتش لفترات كبيره جدا جدا، مش زي ما الحكم يصفر وكل لعيب في الملعب. البدايه مهمه جدا بالنسبه للعيبه في تهدئه الاجواء. اول كره مشتركه لازم حد بيسلم على الثاني، اي حد بينفعل، ناس الكباتن الفرقه والخبرات بتهدي الدنيا. لان انا بعتبر الموضوع ده بيبقى زي يعني ما في حاجه بتحصل بتبقى عدوى للفرقه كلها، لو حد خبط حد التاني بيجي يزق والتاني بيجي بتاع. قصدك يكون في عنوان في بدايه المباراه، يكون في عنوان في بدايه المباراه بالظبط. هيبان من اثناء اللعب، مش من قبل كده السلامات والكلام وانزل اخبط فيه، لا جوه اللعب جوه اللعب. وفي نفس الوقت برضو في دور على الاجهزه الفنيه، صح؟ لان انا ببص على الجهاز الفني بتاعي، لو الجهاز الفني متعصب وبيزعق لده وبيخبط، انا بالتالي هتوتر وهنفعل في الملعب. انما لما الاقي برضو الاجهزه الفنيه يعني قاعده، ما اعتقدش طبعا الاثنين المدربين موسيماني يعني مش هيكلموا بعض، انما هو العصبيه في العصبيه في ان دي لا ما تخل... يعني هي الجزئيه دي مهمه كمان، الاجهزه الفنيه تكون مستقره وكل واحد مركز في فرقته جدا. ليه بقى؟ لان الكلام ده زي احنا قلنا ان الماتش ده مش نهايه العالم، بعدها تاني وقلتها قبل كده، الماتش ده لما النادي الاهلي بعده هيغير النشاط ولا الزمالك هيغير النشاط، ماتشات وياما ماتشات صعبه قبل كده، قابلنا نادي الزمالك في بطوله افريقيا رايح جاي وكانت ماتشات صعبه، وقبلها انا فاكر ان الدنيا وافريقيا ومين اللي هيخرج الثاني بره افريقيا، والماتشات عدت والسنين عدت وتلعب 20 ماتش بعدها. فاحنا بنتكلم على ان في مباريات جايه وفي بطولات جايه، وزي ما الشيف بيقول كاس مصر يوم 5 بعديها على طول، الطبيعي يعني لو ظروف مشت ان الاثنين يقابلوا بعض تاني، فلازم الاجواء تبقى كويسه، لازم يبقى كل واحد مركز في الكوره بس انه يطلع احسن ما عنده، سواء الاهلي او الزمالك، لامتاع الجماهير ونقل صوره طبعا حضاريه عن نهائي افريقيا كبير. عارف يا حشيش احساسي مين اللي هيخلي الملعب ده مظبوط؟ الحكم، حكم المباراه، حكم المباراه. لو المباراه دي اتولدت في فير بلاي تحكيما ولعبا وكل شيء، اعتقد راح تطلع نموذجيه. عايز اقول لك حاجه عن دي، انا الحكم ده لو حسيت ان فرقه منهم استفزت اكتر من مره وحست ان حقها ما بيتاخدش، وانت راجل في حته التحكيم دي وعارف ومراقب يعني، فانا كلاعب اللي بيقلقني وبيغير لي سلوكي قرارات تحكيميه، اداء الحكم، اداء الحكم ده اللي بيقلقني انا وانا بتفرج من اول وهله، من اول توجيه. ما كانش هيبقى حاكم على نفسه برضه، ما كانش هيبقى حاكم الملعب، حكايه هتبقى مش بس انا عايز اقول لك جانب يعني بشوف حاجات في الملعب دلوقتي مش عجباني. انا بقول كمان اللعيبه هي اللي بتساعد الحكم انه يبقى اداؤه كويس، وما بتوترش الحكم وبتخليه اللعيبه لو اللعيب راح ما هو الحكم الحكم بشر والتركيز يعني برضه بتاعه هي جزئين يا كابتن. شخصيه الحكم بيفرض نفسه طبعا، ونفس الوقت انت لعيب بروفيشنال جوه الملعب، ما تخليش اداء الحكم يطلعك بره تركيزك، ده عايز جزء من الاحترافيه طبعًا شويه طبعًا. فده مهم انك كمان لو اداء الحكم، وشفنا على فكره في ماتشات الاهلي، كان الاهلي تفتكروا ماتشات كتير جدا مثلا طرد مثلا في اخر دقيقه، ضرب الجزاء في اخر دقيقه، كنا بنلاقي انضباط من لعيبه النادي الاهلي ما خرجتش عن التركيز. لكن لو انت علقت نفسك بالحكم وبدات تخرج عن تركيزك، اعتقد الصوره مش هتبقى الصوره الفنيه كمان. الدليل على كلامك الدقيقه 91 في النادي الاهلي، لو اللعيبه سواء كان النادي الاهلي خسران او متعادل وعايز يكسب، لو خرجوا عن التركيز بتاعهم عمرهم ما هيكسبوا في اخر لحظه، استحاله. فهو النادي الاهلي او اللعيبه مرت بالاجواء دي كتير قوي وعارفه تمسك اعصابها ازاي، وعندهم احساس ان لغايه اخر ثانيه الكره في الملعب، وكره علمتنا وعودتنا على حاجات كتيره جدا جدا طبعا. فهو لازم اللعيبه يبقى فيه جانب كبير قوي من الهدوء، عشان حتى اللاعب كمان الجهاز اكيد هيقول له ان انت خروجك عن
يعني العصبيه والنرفزه والكلام ده هيخرجك عن التركيز، هتفقد مستواك الفني، وده حمل كمان اضافي على البدني بتاعك وعلى عضلاتك. الواحد لما يبقى متعصب ما بقاش فيه العضلات برضو، ممكن يبقى فيه نوع من الاجهاد زياده. افتكر انه ده من اول يوم وموسيماني بيلعب عليه مع اللعيبه كابتن شريف، العامل النفسي وهدوء الاعصاب، يمكن برضو كنا بنتكلم امبارح مع ضيوفنا في ده، انه ده عامل مش مساعد، ده عامل اساسي في ان انت وانت داخل المباراه اعصابك هاديه جدا ومتكلم مع لعيبتك والظروف كلها يعني خلاص مستعدين كلنا نفسيا بتكلم. افتكر انه ده اللي موسيماني بيلعب عليه من اول يوم جه في مصر. الحقيقه زي ما انت بتقولي الكلام ده مظبوط، الراجل عرف في وقت قصير قوي يودي للعيبه وجهه نظر ان هو كان داخل على ماتشين قبل النهائي وكان عنده 3 ماتشات لعبهم في الدوري على ما اعتقد، فقدر يوصل لاحساس اللاعبين لا انا معاكم من زمان، انا بتفرج عليكم من هناك، انا بتفرج عليكم، انا لعبت ضدكم، انا معجب بيكم، انا حابب النادي، انا شخصيتي اهي بحب الكوره زيكم، النادي بتاعنا ده نادي كبير. ابتدى يدي رسائل وابتدى يدي حاجات اللاعب عارفها بس بيسمعها منه هو، بيطمن منه هو، ما بقاش عنده لعيب خارف اوس قال كلكم زي بعض سوا سوا. أيوة. بالنسبه لي اللي هيديني في الملعب حتى لو اللاعب الصغير، فاكر لما كنت بتكلم عن 90 هو اللي اعتمد عليه، حتى اللاعب الناشئ اللي هو بيدامي وبيجري كتير ده ياخدني وياخد عناية، فانا تحت امره، انا اللي هيدي في الملعب هو اللي هيبقى موجود. حصل له كده مع وليد سليمان فتره انه لعب اول ما جيب وليد سليمان اساسي وبعدين رجع يعتمد عليه او ما يعتمدش عليه لفتره، ابتدى وليد سليمان يرجع له تاني، دخل وليد سليمان في الفورمه تاني. وفي لعيب لما انت يبقى لعيب كبير وتحسسيه بالغربه عن الملعب يرجع اقوى مما كان عن طريق الحاله البدنيه، عن طريق ما يفقده هو الجهاز الفني، بيعمل له بدني، بيعمل له تمرين خاص، بيتكلم معاه بلغه هو يحترمها، اللعيب نفسه يحترم الراجل اللي هو المدرب بتاعه الجديد. هو خلاص يعني الراجل عنده هدف بعد ما كسب الوداد. انا حسيت خلاص يعني 70% البطوله عدت، لان توافقوني او لا تتفقوا معي ان فريق الوداد ده من اقوى الفرق طبعا اللي كانت موجوده في البطوله، وسان داونز كانت من اقوى الفرق اللي موجوده في البطوله، فانك بتعدي البريدجين دول حاجه كبيره جدا، فانت ان شاء الله رايح على حاجه اكبر، انك انت خلاص بتفكر مش فارق معاك مين اللي هيبقى الناحيه الثانيه بالنسبه للفاينل. لا فارق معاك كان الرجاء ولا هيفرق معاك ان الزمالك، خلاص انا عندي هدف. هو موسيماني زي ما انت قلتي دلوقتي عنده هدف، مترجم كل اللي بيعرفه، كل اللي شايفه، كل مشواره اللي جاي من جنوب افريقيا لغايه هنا بكل بطولاته بكل خبراته مع اللعيبه دي حاببها، وموصل لهم الموصل للكيان كله والمؤسسه كلها، انا جاي هنا عشان البطوله، انا حابب ان انا كابتن شريف. احنا كان معانا خالد علي، مش عارفه شفته الفقره دي ولا لا، خالد علي منسق العام لسان داونز، لما كان بيقول لك ايام ما كان ماسك سان داونز كان بيقعد يقول للعيبه يدي لهم امثله على لعيبه النادي الاهلي، تمام، وفلان وفلان في الاهلي يعني من غير ما حد يسمع. بصوا احنا عايزين يبقى على فانيلتنا كم نجمه، احنا لازم نبقى زي دول حتى قبل ما يجي النادي الاهلي. ف الجزئيه دي واضحه قوي للعيبه وانتماء للنادي الاهلي، واضحه لموسيماني اقصد قبل ما يجي مصر، اكيد واضحه له. هو كمان هو مدرب بطولات، يعني البطوله دي مش غير يعني ده مهما كسب، سوري في قطع كلامك، يوم ما كسبنا احنا حاطط شعار انه ما كسب النادي الاهلي، هو كان فيري براود يعني طبعا فخور جدا بهذا الماء وبيقول ده الانجاز الاكبر بالنسبه لي. في نقطه مهمه جدا في موسيماني، انت عارف طبيعه لعب الافارقه غير شمال افريقيا، حتى الكاركتر بتاع الافريقي نفسه في الملعب بيتعصب بسرعه، ممكن لو جه في جون واتخض بيخرج عن تركيزه، بتبتدي اداؤه الفني يعني ينزل قوي. هو الراجل ده فعلا تحس ان فرقه سان داونز وهو بيدربها كانت مختلفه عن بقيه الفرق بتاعت افريقيا كلها، انا بلاحظ كده، يعني اللعب السلس، اللعب الصغير، بينقل الكره من تحت، على عكس الافارقه عارفين ان احنا كورتين وكور الطويله، معظم فرق افريقيا كده، هو كان بيلعب من تحت، حته برضه الحماس وانتمائهم للفريق سان داونز زي ما انت بتقولي فعلا كان بيستشهد بروح الفانيلا الحمراء ولاعيبه النادي الاهلي. ف
فهو يعني المدرسه هو النقله بتاعته مش 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 كبيره. النقله من فرقه بتلعب كوره وعلمهم ازاي يحبوا التيشيرت بتاعهم، جاي على ناس اوريدي كان بيستشهد بيهم وعارفهم واحد واحد، وطريقه الاداء اللي احنا لاحظناها منه او تابعناها من خلال مباراته. خلي بالك برضو يعني موسيماني اعتقد انه لسه عنده كتير قوي، لان هو لو تشوف الظروف ما لحقش برضه كابتن. هو دخل على معركه في معركه على طول يعني، وبعدين ما عندوش وقت، ما عندوش وقت بالظبط يعني. المباريات متلاحقه بحيث ان انت ما تقدريش تعملي افكارك او أيوة تدي للعيب أيوة كل افكارك، انت يا دوبك بتجهزي او بتحطي لمسات بسيطه وانزل الماتش اللي بعده. مباراه بمباراه. فانا يعني اعتقد ان شاء الله باذن الله يبقى بدايته قويه مع النادي الاهلي ان شاء الله في حصوله على البطوله. وانا اعتقد ان موسيماني هيبقى شكل تاني كمان مع بدايه الموسم اللي جاي. طب قبل ما نكمل الحته الفنيه كمان، يمكن انا لاحظت في السوشيال ميديا وكان في جلوبال سكر ديت في دبي كانوا منزلين السنتري اللي هو أندية القرن ال21، ومفيش غير طبعا النادي الأهلي ضمن 7 تانيين على مستوى العالم مرشحين يكونوا القرن الجديد، للقرن الجديد القرن 21. صحيح. حابب أقول لكم الأسماء، كان طبعا موجود أكيد باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، النادي الأهلي، برشلونة، يوفنتوس، وبايرن ميونخ، وليفربول. الصورة قدامنا على الشاشة. دول الثمان أندية اللي سكر جلوبال سكر في دبي قالوا 2020. على مستوى مرشحين. البطولات مرشحين على مستوى البطولات أن يكون هذا هو نادي القرن ال21 على المستوى العالمي. نتيجة للبطولات اللي خدوها في خلال العشرين سنة اللي فاتت في القرن الجديد يعني. طبعا يعني لو بنتكلم على الثقة وبنتكلم على الموتيفيشن كمان، انت بتتكلم على موتيفيشن ان النادي الاهلي النادي الوحيد الموجود سابق دايما دايما سابق دايما، ودوت بيحط مسؤوليه اكيد على اللعيبه طبعا، وبيحط كمان جزء من الموتيفيشن يعني. عندنا خلاص احنا يعني لو لعيب النادي الاهلي دلوقتي، لا انا نازل وان شاء الله ما فيش حد يقف قدامي يعني، مع احترامي طبعا لكل الفرق وخاصه نادي الزمالك يعني. وهدي 38 بطوله حكايه مش سهله يعني. 138 ده سر قوه النادي الاهلي. 138 بطوله انت تحطك على العرش بتاع النادي كلها، ويعني وعقبال باذن الله ما نتوج كمان بالبطوله دي هيبقى في شكل تاني، انك انت حتى لما بتروح بطوله كاس العالم كاس العالم الانديه يا كابتن شريف بتبقى خلاص بقى نغير كمان مفهوم. لو جالك بايرن ميونخ ولا حد هيجي يلعبك ما يبقاش يبقى جاي على السيمي فاينل والفاينل، لا لازم ينزل معاك في الادوار التمهيديه اللي انت بتلعب فيها كمان، لان انت التصنيف اللي حضرتك قلته دلوقتي ده هو ده تصنيف عالمي جديد يعني، لازم انا اتساوى ببتوع اوروبا دلوقتي يعني. هو انا كسبان اكتر منه، ليه انت ما بتجيب بتوع اوروبا بتلعبوا سيمي فاينل وفاينل بس، حتى يعني نبقى نجيلها بعدين يعني ان شاء الله. ان شاء الله بعد ما بيتم تحقيق ان شاء الله. ده الترتيب اللي انت بتتكلم فيه ده، وده اللي بيأهلك لحاجات كتير قوي. اكيد لسنشري 21، سنشري 22، ان شاء الله نكون في كاس عالم 22 كمان، بتبقى فيه ابجريد لكل حاجه ان شاء الله في البنيه التحتيه الرياضيه اللي موجوده في مصر ان شاء الله ان شاء الله. هنطلع لفاصل، اخر فاصل في البيت الكبير، وبعد الفاصل البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم الكباتن الكبار كابتن شريف وكابتن محمد. كنا بنتكلم بندردش كده اثناء الفاصل على موضوع الجماهير، الحضور الجماهيري، ولغايه دلوقتي يعني طبعا الكاف سمح قال ممكن جدا حضور من 5000 ل 10000. شايفين الحضور الجماهيري هام جدا للمباراه ديت ولا ليكوا وجهه نظر مختلفه؟ كابتن محمد. والله انا طبعا يعني ما فيش غنى عن الجماهير، وطبعا الجمهور بيضيف لل طبعا الناديين حماس وقوه وكده، بس انا شايف برضو انها مساله صعبه شويه في ظل الظروف الاخيره برضو بتاع الكورونا، ان مش هيبقى في تباعد. انت عارف الناس اللي بتروح الجمهور بيبقوا رايحين مع بعض، فمش هو واحد هنا وواحد صاحبي قاعد في الناحيه الثانيه، هتبقى العمليه صعبه. واعتقد ده يعني كده كده اللعيبه عندها الحماس الكافي للمباراه عشان قيمه المباراه، مش ناقصين كمان ايه حماس الزياده قوي من الجمهور. فاعتقد هو طبعا راجع للامن طبعا أكيد. هو اللي هيقرر حاجه زي كده، بس انا افضل ان الدنيا تمشي كده يعني. حتى لو بقى اعداد قليله يا كابتن شريف، اولا تتفق ولا تختلف مع راي كابتن محمد؟ لا لا انا مع محمد، انا ما جتش على الماتش ده بقى هنبتدي نفتح للجماهير كمان اللي هي ممكن تزود حاله التوتر بالنسبه لمسؤوليه اللعيبه داخل الملعب. حتى يعني لو 5000 لكل فريق، احنا بنترجم ال 5000 هم دول قليلين، احنا بنترجم اول هدف بيخش هنا او هنا تحس بشكل تاني خالص في
في الملعب، مش مؤازره بقى من زي زمان الجماهير دي تلاقي دخل فيهم جون وبيسقفوا برضو وبيعملوا وجماهير الاهلي بتعمل مش عارف ايه. لا الحكايه هتبقى حكايه مش معلومه انون يعني، ان احنا في مجهول دلوقتي. لا وبعد المباراه مسؤوليه كبيره يعني. الاهم كمان بعد المباراه، وبعدين دي مباراه واحده موتوره يعني كتير. دي مباراه واحده يعني، انا ما عنديش هعوض مثلا كجمهور قاعد بيكلم نفسه، لا دي هي دي المباراه دي في الوقت اليوم خلاص ده هتخلص. فاللي هيقبل واللي مش هيقبل هو ده الوضع اللي هيحصل يعني. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا كله، وكل واحد لازم يقبل من دلوقتي ويأهل نفسه، فتتمنوا عدم حضوره، يأهل نفسه للحاله دي والحاله دي. معلش بقى واحد يقول لي انا لو خسرنا انا مش عارف اعمل ايه، وانا لو دايما بيتكلمونا اليومين دول انا لو مش عارف ايه مش هقدر امشي في الشارع، انا مش هقدر اكلم الموضوع حد. الموضوع ليه مش للدرجه دي؟ الموضوع ما يبقاش كده خالص. ليه دي خالص؟ انها مباراه كره على قدم. السوشيال ميديا هو اللي بيديك الانطباع ده هاني، وهو اللي مخليني اقول بلاش جمهور يروح المباراه دي تحسبا ليه بقى يعني. طول ما انت في الاستاد في كنترول من انما بعد ما بعد المباراه، ما بعد هي دي المباراه هو اللي صعب. سقف الطموحات عالي جدا عند الاثنين. في ناس طبعا يعني معظم الجمهور دلوقتي او اللي هيروح شباب صغيرين برضو مش كبار يعني، فبرضو بيبقى برضو العصبيه ممكن تكون زايده، ممكن يكون في توتر زايد، كل واحد كان بيتمنى طبعا فرقته تكسب، لا قدر الله يخسر تبقى يعني مشكله، ممكن يحصل احتكاكات بره الاستاد بعد كده. فاعتقد ان يعني المباريات اللي فاتت كلها من غير خليها تكمل يعني. على مستوى الامن اعتقد كمان تنظيمها بقى يعني خلاص، انت بتتكلم في ثلاث ايام دلوقتي على المباراه، انك تنظم وانك يكون في بوابات خاصه والدخول بشكل معين والمدرج بشكل معين والتباعد الاجتماعي بشكل معين. بتتكلم على استاد القاهره جوه، ما بتتكلمش على برج العرب. استاد القاهره جوه في كنترول. بالظبط طبعا، هنا استاد القاهره في وسط البلد دلوقتي مشكله. هو بيبقى فيه حوالي 100 واحد من هنا و100 واحد، ما هي الشارع 25 25 يعني مجلس اداره. دي مجلس اداره الموجوده ما فيش، اكيد بيبقى الشكل الامني بيبقى متفرق مثلا، فبتحس ان في 200 300 واحد في الملعب يعني. بالنسبه للماتش ده كفايه قوي كده، انما بالنسبه لكاس مصر جرب. لو وصلنا احنا مع بعض والنهائي ليه لا؟ ما انا النهارده انا عندي، لا انا عندي الامن قادر فعلا الأمن قادر. على انه ينظم مباراه مش عايز اعمل زي دي. الامن قادر مليون في الميه. طبعا ليه لا؟ الامن قادر مش على الامن، حتى لو مش عايز اعمل اي شكل بالنسبه للجماهير دي او الجماهير دي. انا فاهمه حضرتك متخوف من يعني. ايه انا عارف الفكره ان انت النهارده زاد التعصب وزادت الفتنه وزاد الشحن ما بين الجماهير. انت عارفه المشكله كمان سير البطوله دي نفسه يشد الاعصاب. بطوله طويله قوي بقى لها فتره عايزين نخلص بقى، وغير انها اتاجلت كمان، اتاجلت كذا مره والظروف صعبه هنا وهنا ونهايه اهله يا لا يعني. مش يعني اعتقد ممكن هو سلاح ذو حدين زي ما بيقول. ليه ما تكونش المباراه دي هي بدايه ان الناس تفهم، وبدايه ان الجماهير تكون موجوده، وبعد بعد المباراه يكون في التزام ايا كان مين الكسبان، ودي تكون بدايه بقى خلاص نرفع بقى موضوع الخوف دوت والشغب والحاجات دي. ممكن تكون بدايه لان مباراه كبيره على مستوى تاريخي. اقول لك لا ليه هاني، فيعني ليه لا ليه لا؟ الوعي برضه يعني مهم جدا، احنا بنتكلم الناس كمان يعني. انا عايز اقول ان احنا نجرب في حاجه محليه مش في حاجه افريقيه، لان المباراه دي العالم كله بيشوفها اليوم ده. النهائي الافريقي يعني، النهائي الافريقي دي حاجه جامده، الدنيا كلها بتتفرج، فلا قدر الله احسن حاجه تبقى يعني الطرف الاخر هي اخي. اكبر شاهد عندي نهايه كاس اوروبا كان بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والاثنين ده بيضيع جون هنا وده بيضيع جون هنا، ده بيضيع. الاثنين طلعوا ثقافه مختلفه، الاثنين طلعوا ثقافه مختلفه، ثقافه الاثنين. احنا اللي ضيعنا المكسب بايدينا يعني، ما حدش اتكلم في باريس سان جيرمان. انا اللي جات لي ثلاث فرص في الاخر، ما عرفتش اخلص الماتش. انا اللي جالي انفرادات، انا لاموا نفسهم، ما لاموش لا فريق قدامهم ولا الحكم، جهاز فني قدامهم ولا الحكم ولا اي حاجه. ده انا بوصل الجول ما بعرفش اجيب الكره جول يعني خلاص. طب قول لي احلى جون جبته في الزمالك امتى بقى؟ لا انا جبته في عادل مأمور، كان فكرنا كده، كان نفس الفرقه بس كنا قبل ماتش الاهلي الزمالك، كان في حاجه اسمها 23 سنه 23 بس هم لان السن ده كان هو كسبنا الزمالك 3-1 في الاستاد استاد القاهره. محمد عامر جاب جول اولاني وانا جبت الجول الثاني والثالث،
بس الجون الثاني والثالث ده بقى ايه؟ جاي من الوينج ليفت من عنده نص الملعب، معدي من واحد واثنين وثلاثه ودخل على كان ممدوح مصباح على ما اعتقد هو الموجود، وعملت نفسي رحت جاي وخدها بوش رجلي الشمال طبعا، لا اليمين كمان، انا قطمت لجوه ورحت شايطها ورحت شايطها، ببص عليها لقيتها خبطت في المقص ونزلت دخل الجون ونط الثاني في الشبكه جوه. ده الثاني ولا الثالث؟ ده الثاني. ده الثاني. شريف كان احلى ماتشاته اهلي وزمالك. والله عادل مامور بص لي كده. عامل لك ايه يا واحد كده؟ وانا جايب غل. مندافع بقى. لقيناها في المقص، قول له هات من جوه. الجون الثاني ثاني تايم اتحطت صدري. الثالث بقى جيب ثقه بقى. لا الثالث خبطوا في بعض. طالعين معايا يضربوني الاثنين استوبرين. نزلت لك. وعادل مامور طالع بالبوكس ياخدني، سبتهم خبطوا في بعض، نطت راحت عند الجون حطيتها بصدري كده في الجون. فدول كانوا جولين قبل ماتش اهلي وزمالك كان يوم الجمعه، وكان عندي غيابات كتير قوي، نفس الفرقه اللي اتلعبت دي لعبناها يوم الجمعه، اتعادلنا 0-0 وخدنا الدوري في الماتش ده. هو ده من احلى الاجوان اللي انا جبتها، ويمكن في حياتي كمان الشوطه من بره في ماتش اهلي وزمالك في المقص في استاد القاهره. وكابتن محمد كابتن محمد الماتشات اللي بتعتز بيها الاجوان طبعا احنا كان بالنسبه لنا الليبرو ده، وبعدين انا كمان الجيل اللي لعبت فيه اللي عدى نص الملعب زمان نجم المدرب ده انت رايح فين يعني انا هروح فين انا اعدي نص الملعب انت رايح تعمل ايه بالظبط الكابتن الخطيب والكابتن مصطفى عبده وشريف موجود وطاهر ابو زيد ومش طب انا هطلع اعمل ايه صحيح كنت تتمنى تلعب الايام دي يا كابتن محمد مع لا 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 الكرة الحديثة لا 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 مع الأجيال المواهب اللي كنا بنلعب معاها دي حاجة تانية خالص بس ده أيامك أنت دلوقتي ده ستايلك يعني أنت كنت تنجح في الوقت ده حشيش وهاني ده تلاقي ده قاعد في مونت كارلو في اليخت بتاعه وده فاتح له استاد لوحده وانت فين لا مش هيقول لك فلوس انا هيطردوني تروح تلعب في باريس سان جيرمان هنجيب له منين ده لو على الفلوس طبعا الواحد يتمنى يلعب دلوقتي انما على لو على القيمه بقى واللعيبه والكلام ده والاجيال يعني احنا دايما نفتخر ان كنا بنلعب مع الكابتن الخطيب يعني يعني دي في حد ذاتها حاجه يعني جامده جدا العصر اللي احنا كنا فيه مصطفى عبده مثلا المجري ده كان من احسن من جاته السرعه كابتن مختار ما عندناش المركز ده دلوقتي محمد عامر ما فيش يعني الكواليتي عندنا مواهب بس تلاقي الكواليتي مختلف شويه سرعتين كان جوه الملعب فيه مواهب مختلفه كابتن الخطيب ليه صفات معينه كابتن كل واحد ستايل مختار ليه صفات معينه كابتن ستايل مختلف كابتن يعني تلاقي مجموعه كلها وفي مواهب مختلفه ده عنده سرعه وده عنده قوه وده عنده مهاره يعني الجمهور كان بيروح يعني الماتش يقول لك النهارده هنكسب كام يعني ايه ننزل والخطيب ما يجيبش جون يعني يعني ايه ايه احلى جول للخطيب عنده جوان كتير قوي بصراحه لما تتفرج على الفيور بتاعه هو مش في اي مباراه في الزمالك احلى جول جابه اللي انا عملته له مباراه افريقيه لا 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 طبعا ما هيقول حاجه غير كده يعني عمل جون اللي هي من بره ال 18 نقطه هي دي كانت مليون جون كوتوكو بشماله كوتوكو الماتش ده او افريكا سبورت والجون الثاني بتاع والجون اللي جابه في مرسى التونسي برضه ده كل اللي حضرتك عملته له يا كابتن شريف؟ احنا كنا انا وهو قاعدين احتياطي ومتعورين وبنلعب اسكو في الدوري عادي بس اسكو راح متفوق على النادي الاهلي اول تايم 1-0 وانا وهو قاعدين بره ولقينا الخواجه بيقول له قوم سخن عشان يشد كوتي ساعتها عشان يشد الناس بقى الخطيب نازل شويه قال لي قلت له نلعب كان عندي ضهري دخلت للكابتن خطيب بتاعه بيقول لي انت ايه اللي جايبك هنا؟ قلت له الراجل هيلعب قال لي هيلعب معانا الاثنين في وقت واحد قلت له ما اعرفش المهم نزلني انا الاول الراجل ونزل الخطيب بعدها بسبع دقايق انا بقى ما نزل الخطيب كنت عملت كوره لجمال عبد الحميد جابها جول 1-1 او 2-1 كنا 1-1 بقى جبنا جول في اخر ثانيه بقينا 2-1 نزل لعب لي كوره الخطيب كده على ناحيه اليمين رايح على جول الهوا رجعها لي فوقفتها حشيش وقعدت اعمل الباك كده في اللحظه دي خطيب قطع من نص الملعب لغايه الحته بتاعته في السنتر فورورد دي وانا ماشي كده وشايفه ماشي وشايفه ورحت اعملها له تشيب بين الاثنين الاستوبرين وهو داخل من كده واخدها على صدره وهو جاي بقى وهي بتلبس جون وراح نازل واخدها بوش رجله ونايم بيها في المقص دخلت ده انا بعتبره جول في جميع المواصفات اللي في لعبه كره فنون لعبه كره القدم بتتنفذ انما انت ممكن تجيب الكوره
زي بتاعت كتوكو بتبقي نازلك من البتاع بتحط وش رجل. لا انما الكوره دي نفسها فيها سرعه، فيها باس، فيها استقبال، فيها تركيز، فيها كل حاجه في فنون لها. فانا مش عشان انا لعبها له والله، فانا بقول مين احسن الاهداف زي الفيلم الجون اللي جابه في تونس بتاع التوقه اللي عملها بكعب رجله من الاثنين بين الاثنين وحطها بين الاثنين وراح عملها مره برده كابتن خطيب من على الخط تقريبا خط فيسكو فيسكو ده برده كان لا وهي جايه له بالعرض بكعبه بيروح لعيبه بتروح الناحيه الثانيه الاتحاد رقص الجون طالع قبله من نص الملعب رقصه على هو كان ليه عصر ذهبي هو 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 العصر ده السبعينات كان فيه مواهب اعتقد مش النادي الاهلي كانت بتروح تستمتع بالنجوم غير المكسب النادي الاهلي رايحين الحمد لله بقى على انما رايحين كانك رايح مسرح انت رايح للفنان ده والفنان ده والفنان ده إيه كان كلهم فنانين في الملعب طاهر الشيخ يعني تقول مين ولا مين ولا كابتن صفوت الله يرحمه ولا الناس وطاهر الشيخ مختار زي ما انت قلت كان مختار بيسحب السحبه دي ويعمل العرضيات وعنده المراوغات وما فيش بينقل الملعب مع ان مختار لما بيطلع يتكلم ما بيتكلمش عليا خالص يعني انا بقى بتكلم عليك دلوقتي ها بقول ان انت من احسن لا وكان في كابتن مختار كان دايما مدربين واحنا صغيرين يقول لك ايه ما تبصش على الارض فوق فاتفرج على كابتن مختار هو غير الستايل ده قول له طب ما كابتن مختار بيبص في الارض أيوه وماشي أيوه يعني أيوه قال لي لا كابتن مختار مالكش دعوه كابتن مختار لو انت ماشي الكوره بص لفوق انت كان متكل على الخطيب هو بس انا عايز اعدي واعملها له الخطيب بقى يروح عاملها كده عنده تالنت رهيب مصطفى عبده مصطفى عبده بينشن على دماغك بينشن على رجلك بينشن على بيعمل العرضيه وهو عارف ان 3 4 جايين طايرين من احلى جواني اللي انا جبتهم في حياتي بطير كده كله مش عارفين الحقيقه وبعدين لازم تطير عشان تجيبها جول كابتن هاني وساحب لو الدنيا مضغوطه العب بس الكره ناحيه اليمين كابتن مصطفى هيجيبها يعني انت فاهم ازاي برضو مهم ان يكون عندك سرعات في الملعب طبعا تقدر في الوقت الزنقه وفرق اللي انت بتلعبها فرق قويه جدا بتقدر فيها نجوم انت وانت رايح تلعب المحله كنت بتعرف النتيجه كام كام؟ لا اسماعيلي اسماعيلي انت مطالب بقى كاتشيرت احمر انك انت لازم تكسب كمان جوه او بره بس كده ولا تتعادل حتى والله لو انت رايحه مع ناقصه 6 7 لعيبه من الاهلي رايحين ورايحين نلعب في اي حته مطلوب مننا احنا لازم نكسب مفيش حاجه اسمها مفيش نقص مفيش حاجه اسمها فلان ما بيلعبش طيب فلان مش موجود فلان موجود نرجع بقى ل 2020 معايا انا برضه معاك لا حضرتك اللي هو اخر واحد يتكلم حضرتك انا عايزه اتكلم بقى عن النهارده وجدول الدوري الممتاز الجديد اللي اعلن للموسم الجديد يوم 2 ديسمبر كل سنه وانتم طيبين بقى الفرق قليل جدا يعني انت ان شاء الله الاهلي والزمالك 27 في فرق اسبوعين بس ويبدا الموسم الجديد ان شاء الله ولسه والكاس وفي الجوله الرابعه اهلي وزمالك برضو في الجوله الرابعه بالظبط 34 اسبوع حاجه كتير جدا جدا بادئين متاخر الكره يعني القصه مضغوطه محدش عارف برضو الشهر الجاي ممكن تفقدي كام اسبوع برضو في ظروف ممكن تحصل يعني مؤجلات نتيجه لا ممكن تحصل اي مثلا حاجه كورونا توصل مثلا ل ل ل لاقصاها ممكن يحصل برضو توقف شويه يعني ال 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 السنه اللي فاتت واعتقد السنه دي هتبقى برضو سنين استثنائيه بالنسبه يعني لانتظام الجدول لانتظام الجدول انا بقول ان لان ماتشات كتيره جدا جدا انت عايزه اولا هيبقى الماتشات مضغوطه كل اسبوع ماتشين على الاقل عشان تقدر تخلص يا كابتن هاني مش هتلعب 35 او 34 اسبوع مش هينفع فانت بتلعب كل اسبوع ماتشين طيب في ظل الظروف دي هتلحق بقى تعمل المسحات اللي قبله وبعده وقبله وبقى 48 يعني. عندك ساعة عندك ارتباطات على مستوى كاس مصر عندك ان شاء الله باذن الله كاس عالم للانديه ده موجود بالزبط. برضو في فبراير عندك في سوبر افريقي سوبر في الافريقي سوبر محلي بقول لك يا كابتن هاني كسبني كاس افريقيا ده وانا العب لك 800 ماتش في الاسبوع والله على رايك صح احنا هيبقى عندنا باور هننزل يعني نلعب على واحنا 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 جاهزين هنروح الماتش ماشي انا جاهز انا هروح لغايه برج العرب ماشي بس نكسب الماتش بتاع افريقيا ده واحنا مالكش دعوه هنلعب 34 اسبوع هنلعب 34 سنه احنا هتلاقي القوه اتزرعت فينا كانت هنهد جبال طيب ايه رايك في الايجيبشن بريمير ليج ها الايجيبشن بريمير ليج اللوجو اللوجو شفته ازاي لو اللوجو عندنا نشوفه تاني برضو
يعني اول مره يعني خلينا نتكلم بكل امانه حاجه محترمه ان عندك لوجو تفكير دايما تفكير كويس على شكل احترافي يا كابتن محمد ده الايجيبشن بريمير ليج سفينكس يعني يعني هو ابو الهول بس يعني يعني بعض السيشن تقليد جديد بس حلو. ما تفتكرش كان ممكن ندخل فيها الوان مصر مثلا يعني العلم علم يعني طبعًا. مدلول طبعًا ان ده الدوري المصري ساده كده يعني بس هو خطوه جيده يعني طبعًا. خطوه جيده بالذكرة. على مجال التسويق صح وبعدين ده ما بيطلعش كده بالصدفه يعني ده بيبقى فيه مليون واحد يتعامل اكتر من 10 15 لوجو عشان يطلع ويعدي على ناس كتير قوي عشان هي تكرر مع نفس الشكل تكرر مع نفس الالوان اكيد خدوا راي ناس كتير جدا في الموضوع ده فهو مجهود يحترم يعني ويشكر ان احنا وده الحاجه الجميله انا بقول لك عليها الماتش يطلع شكله حلو الدنيا تبقى جميله كل حاجه بتبقى في مصر اهي بتعد لدرجه ان احنا طالبين دلوقتي كاس عالم ناشئين يكون عندنا السنه الجايه وان شاء الله هيبقى عندك السنه الجايه كاس عالم ناشئين يبقى عندك كاس عالم هنا وتبقى عندك كاس عالم في قطر بلد عربي وان شاء الله نبقى موجودين هناك وكل كله بيطلع كله كله ماشي كويس وانت عندك البنيه التحتيه بتكتمل هنا بشكل جميل جدا ناقص ان احنا زي ما انتم اتفضلتوا قلتوا الثقافه الرياضيه الوعي بقى الوعي اللي ان احنا نرجع العائلات تاني الجماهير لسه هكلمك على الماتشات والكابتن كان بقى تخش تاني كنا بنروح نتفرج عليه واحنا صغيرين والاعلام والبتاع وابويا ياخدني وخالي معايا وممكن اختي تكون موجوده المنظر ده ما كنت بتنزل تلاقي 2006 ده 40 و50 الف كنت بتحزن تتضايق ايه ده النهارده مفيش جمهور متعودين الاستاد يبقى عشان كده بنقول برضو النهارده 5000 و10000 دي برضو مش اعداد يعني انت بتتكلم في الحد الادنى على الظروف يعني هي ظروف بس مباراه هي بنتكلم على نوعيه الناس اللي رايحه توقيتها يا كابتن محمد كمان توقيتها كمان مش عايزين اي حاجه تحصل فييجوا على نزعه الجمهور اللي احنا عايزينه يرجع باي شكل مظبوط نحاول يعني نجرب حاجه نقف مع التجربه دي يعني نقف مع التجربه وزي ما بنقول كابتن شريف بيتكلم على نقطه مهمه جدا احنا ماشيين على الطريق المشكله عندنا لسه في عمليه الوعي المشكله لسه عندنا في السوشيال ميديا شويه التعصب وسائل الاعلام بشكل مبالغ فيه بصراحه طبعا. بشكل كبير جدا لكن لازم تتقنن باي طريقه بقى هتعملها ازاي ديت الناس يعني فاهمه ان الترندات في الغلط الترندات في ان انا وحشيش نقعد نتخانق مع بعض وفي الاشاعات يا كابتن شريف في الاشاعات وفي الترندات ان النادي الاهلي مش عارف فيه كذا والنادي الزمالك ده فيه كذا وياخدوا البراندات بقى البراندات اللي هي الكبيره الاسماء البياعه الفواحه الوصول يعني انا عشان اوصل نهائي افريقيا ده كان المفروض مصر دي كلها بتولع زي نيوير كده يوم الجمعه ده انا عايز اشوف مصر زي نيوير حفله كبيره جدا ازاي فرقتين مصريين هما يعني على اللقب وان هتبقى الكاس هيبقى في مصر النهائي مصري لازم يبقى في ثقافه يعني اعلاميه تؤهل الناس ان احنا داخلين على سنه جديده السنه الجديده اللي انت اتفرجت اللي اتفضلت وقلت عليها اللي هي بتاعت الدوري الجديد بكاس افريقيا عندنا بنشكر الاهلي وبنشكر الزمالك وبنشكر المؤسسات دي انها وصلت مصر في هذا صحيح. الشكل فهو ده اللي الاعلام لازم يشتغل عليه دلوقتي محمد الاعلام مش شغال في انا عايز اقول نفس المنهج الموضوع ده مش هيبقى منهج ايه ولا حد بيفكر دلوقتي ان انا يبقى الكاس عندي وخلاص ازاي انا صح حشيش ولا ايه الناس تبقى قاعده انما انا كمان اهل عشان الموضوع ده مش ممكن هيجي في يوم وليله موضوع الثقافه الاعلاميه لا بس يعني على الاقل يعني بدايه على الاقل انت بتتكلم دي فرصه برضو اذا كان يا هاني انت بتتكلم مش هنتكلم على الفيسبوك والحاجات دي اللي معلهاش كنترول اي حد بيدخل بينزل فيديو بتتكلم على بعض القنوات اللي بيجيب بعض الشخصيات اللي هي السبب الرئيسي في التعصب والشد ما بين الاثنين دول وعشان يبقى ترند واغلط في كابتن هاني وعشان انا ابقى مش عارف ايه عشان تنزل انا عايز اروح فرح انا عايز اروح اليوم ده عشان فرح او بص الفرح اللي انا قاعد ورايا بص الدنيا فرح ازاي بص الديكورات عامله ازاي بص الانوار عامله ازاي انا عايز اليوم ده يبقى كده بالابيض وفي الاحمر وكله وتحس ان الاستاد ده مليان بالموسيقى بالافكت اللي اي حاجه ممكن تحصل زي ما الناس بتفكر في افكار كتير قوي في 3-4 ايام دول لازم الرعاه يكون بيفكروا في افكار يحطوا مثلا تخدم اليوم ده حدث لو ما فيش جماهير يحطوا مثلا حاجه تاريخي ازاي ده انا نفسي سفنكس ده ابص الاقيه في الملعب والكاس ده نازل باسلوب شكل تاني وبيفكروا سفنكس ده ما ينفعش هيلغوا اي توتر انا بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا يا جماعه احنا دايما بنستنى الحدث وبنيجي نفكر نعمل ايه في الحدث الكلام ده وليد يعني لما الكابتن هاني بيتكلم على
الناس بره بتطلع تسلم على بعضها بعد الخساره. دي ثقافه وموروثات بقالها الولد بيتعلمها من هو صغير وبيشوف اللي حواليه. احنا لازم نبتدي، وعايزه مجهود كبير من كذا، من جميع الاطراف، مش من طرف واحد ان انا احط كذا ولا اعمل كذا في يوم الحدث. انا تعالى شوف الجمهور ده والجمهور ده ايه اللي وصله للاحتقان. ما احنا عارفين الاسباب يا كابتن محمد. يا كابتن محمد هل لسه هنشوف الاسباب؟ موجوده ومسؤوله ومسؤوله. بس كابتن يعني محمد، مش حضرتك مش لسه هتشوف الاسباب، مش لسه هتتعرف على الاسباب. تمام، ما احنا كلنا عارفين الاسباب وعارفين حلولها كمان، وعندنا تصورات للحل. هي ابتدت تتحل، لكن يعني احنا النهارده بادئين بخبرين مفبركين عن موسيماني وعن مين تاني، وعن اللي انتوا قريته عن 1-3 ده، موقع 1-3. هم بيتكلموا ان موسيماني جاي له عقد ويعني فانت النهارده كل يوم كل يوم عندك اشاعه شكل يعني بتزيد من ايه؟ حده الجماهير، من تعصبه، غير بقى بعض وسائل الاعلام وبعض الشخصيات وبعض الناس اللي بتطلع تتكلم يعني ده ضد ده وده ومصالح وحسابات. نقارن يا سهام، نقارن، قارني بين ايام ما احنا كنا بنلعب عايزين نخلص، والوسط كان عامل ازاي والجمهور كان عامل ازاي مع بعض، ودلوقتي انا اقصد حاجه ثانيه خالص. زمان ما كانش فيه الا برنامج تلفزيوني رياضي واحد، مجله الاهلي، مجله كذا، مش عارف ايه، حاجات بسيطه. ما كانش فيه الشد. السوشيال ميديا عامله شغل غير عادي مع ناس موتوره. لا احنا كلاعيبه كمان يعني كنا مع بعض، احنا ما كناش يعني عمرنا كنا بنتعالج مع بعض بعد المباراه عند اهلي وزمالك. دكتور سيد مصطفى كلنا ايدينا في جنب بعض، كلنا في منتخبات مع بعض، كلنا محترمين بعض. المؤسسات نفسها كانت مؤهلانا لتربيه كويسه جدا طبعا، لقيم احنا شغالين عليها. ممنوع نعترض ممنوع. انا بس بنظر لحاجه ثانيه، احنا في ايدينا ان احنا ندوب كل ده. ليه انا بعد الماتش والفائز اعمل الفاير وورك ده؟ طب ما اعمله في الاول. طب ما نعمل الفاير وورك ده في الاحتفاليه في الاول، الناس يحس ان احنا جايين فرح، الناس جايين ويعمل يوم قبل الافتتاح ده يخليني انا والله اتمنى يكونوا سامعينك. لما بيخسر ما بيطلعش يستلم الميداليات بتاع ما دي اللي بتكلم عليها. ماليش دعوه كابتن، لا انا ماليش دعوه بالمنظر ده. لا ده انا ليا دعوه بالناس ده، ما هي دي اللي بتعمل المشكله. يا حبيبي اهلهم، علمهم، ثقف، قول لهم احنا رايحين النهارده في حاجه لمصر. ما اجيش في يوم وليله اعمل الكلام ده، استحاله هعمل الكلام ده. احنا بنتمنى، كابتن، الصوره دي توصل للمسؤولين والمسؤولين يقولوها للعيبه. احنا بنتكلم ان احنا بنوصل صوت بالظبط. من فضلكم ان شاء الله بعد المباراه ديت ان شاء الله تتم على خير. انا اهلاوي اتمنى النادي الاهلي، حضرتك زملكاوي تتمنى نادي الزمالك، ايا كانت النتيجه بعد المباراه اللعيبه تسلم على بعض بشكل محترم، لان انتوا اصحاب واخوات في المنتخب ومباراه وخلصت. ده يبقى بروتوكول مفروض، ده طبيعي. حضرتك هقول لك حاجه، انا اشتغلت في بلجيكا، اشتغلت 8 شهور في ليرز. عارف هناك ايه؟ ممنوع تبدا المباراه، ممنوع تبدا المباراه غير المدير الفني يروح على الخط يكون الحكم موجود. ما بروحلوش ولا هو يجيلي. احنا الحكم بيقف على الخط قبل ما تبدا المباراه، الاثنين المديرين الفنيين يروحوا يسلموا على الحكم واسلم عليه، غير كده الماتش ما يتلعبش. طيب بص، نقطة بسيطة بس جميلة، الجزء دوت نتمنى ان الصورة دي تطلع. اللعيبة بتسلم لان دوت صدقوني هينعكس بالايجاب على ردود الافعال لما بعد المباراة. يعني انا العالم شايفك كمان، يعني العالم شايفك. عايز المسؤولين يبداوا بنفسهم، لان لما يكون المسؤول هو بيعمل كده يبقى الصغير ده ما تلوموش على الصغير. لي يعمل اي حاجة يا جماعة، طبعا اما اشوف الرئيس، اما اشوف المدير الفني بيعمل الكلام ده، يبقى انا في الملعب خلاص العمليه متاحه، هيتبرر لي اي حاجه. والله انت قلت كلمه دلوقتي، انا اتمنى رئيس الجمهوريه يحضر المباراه دي والله العظيم ثلاثه. يعني انت اديتني انديكيشن دلوقتي ان الرئيس لو قاعد هيبقى الحكايه اكثر انضباطا، الحكايه اكثر جمالا، الحكايه هتبقى والله العظيم ثلاثه دي تبقى حكايه. يا ريت، وارد. يعني عايز اسالكم سؤال كده مش بتاعتي يعني، بس اتمناه. سؤال غريب شويه. طيب. حطوا لنا لو يعني المباراه ان شاء الله يوم 27، حطوا لنا التشكيل من الجيل اللي انتوا كنتوا فيه، يعني مين اللي يبدا المباراه ديت من جيلكم انتوا؟ ونشيل نفسنا طبعا. لا يعني حطوا نفسكم. لا 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 تحطوا يعني لا رؤيتك، شوف انت الافضل تشكيله للنادي الاهلي في جيل السبعينيات يلعب مباراه يوم 27. ولا قول انت الدفاع، انت قول انت يعني. لا طيب، أنا كل واحد يقول تشكيله. مرمى ماشي، كابتن ثابت البطل، كابتن ثابت الله يرحمه، ماشي. كابتن ربيع شمال، كابتن ربيع ياسين باك شمال، وانا العب ليبرو
وقدام الكابتن ماهر همام. يبقى الكابتن محمد حشيش والكابتن ماهر همام. تمام. بكراي طبعا عشان انا ما لحقتش الجيل اللي قبل كده اللي هو الكابتن احمد عبد الباقي، بس ممكن الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري بيلعب باك يمين. ماشي. نص الملعب احنا كنا بنلعب 4-3-3. 4-3-3. مجدي عبد الغني، خطة كابتن شريف دي، علاء ميجوب، طاهر ابو زيد، مجدي عبد الغني. استنى جاي لك انت. اه ثلاثة في نص الملعب. الراجل ده على السرعة مجدي. ثلاثة نص الملعب، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن علاء ميجوب، طاهر ابو زيد، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن مصطفى عبده ناحية اليمين، كابتن خطيب، كابتن الكبير قوي كابتن شريف عبد المنعم. بس الله تشكيلك يا كابتن شريف. كابتن شريف بقى بص يعني بلعب ليه برانا. انا هلعب باكرامي. اكرامي. باك رايت احمد عباي. تمام. حسن حمدي ومصطفى يونس. اثنين سرد باكين. باك شمال. طلعت من التشكيل. طلعت من التشكيل. خلاص انا هعملك مفاجاه كبيره دلوقتي. هيحطك راس كاتش. انا خلاص هنخلي ربيع ياسين. ربيع ياسين. تمام. نص ملعب محسن صالح، طارق الشيخ، مختار، هوبا، مصطفى عبده، الخطيب، زيزو، كابتن زيزو، في الشريف عبد المنعم. شفت المفاجاه حلوه ازاي يا كابتن حشيش؟ ازاي تخطى اسماء؟ اسماء ده انا عندي ايه؟ عندي دكه فيها. ايوه انا عندي دكه. لسه الدكه. لسه الدكه. انا عندي دكه فيها. طب احنا في الدكه ولا ايه؟ ملعب عظيم. فتح مبروك. وانا وشطه. طبعا. وصفوت. يا نهار ابيض. ده انا عندي دكه بره احنا مش فيها اصلا. يعني اصلا مش موجودين فيها. طب احنا في ال 30 اللي فاتوا كنا صغيرين احنا. انت بتقني على البطوله دي. انا بقى قاعد احتياطي الكابتن عبد الشافي. جمال عبد الحميد بقى قاعد احتياطي. ملعب وكابتن خطيب. يعني اسماء كبيره. لا دي ناس جوه وبره منتخب. دي ناس احنا كنا بنتفرج عليها زي الاول. فجاه انا النهارده اقول لك مصطفى عبده وخطيب شريف عبد المنعم. لا صحيح. يعني نورتنا يا كابتن شريف. يا رب باي تشكيله ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. ان شاء الله. وعايز اقول لك كلمه اياها ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب 3-1. ان شاء الله يا رب. توقعاتك 3-1 كابتن محمد. طب المره نكسب ان شاء الله باذن الله. بس اهم حاجه تدعوني بقى ان شاء الله بعد ما نكسب كده احتفل معاكم. يا سلام. دي بس بيتك يا كابتن. يا رب. نورتنا يا كابتن محمد. شرفتونا جدا والله. بنسعد بلقائكم يعني مجتمعين. ده كان كمان الحلقه دي بناء على طلب الجماهير. طبعا طبعا. طب ثبتها. طيب انا ثبتها. انت فاكر انك هتعرف تتكلم تاني؟ احنا اديناك الحلقه دي بس تسنى النهارده عشان اللي عمله فيك المره اللي فاتت يا كابتن محمد. والله غير مقصود. والله لبست الكمامه. والله العظيم كان غير مقصود. خد. طبعا دي دي نهايه حلقتنا. يعني دي نهايه حلقتنا النهارده في البيت الكبير. بنشكر طبعا الكباتن الكبار وان شاء الله ميعادنا بكره الساعه 10 في يوم جديد من ايام البيت الكبير.